الأب بس. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى النهارده الخميس، قاعده مستنياكم، ما لقيتش حد جه، قلت اعمل لكم الفيديو عشان اعرفكم اللي عندي اهو. السمكه بتاعتنا اهي، السمنيه اهي اهي، سمكتنا الجميله حمراء الشربات الاحمر. عندنا الاربع حبات كيلو اهو، وعندي الثلاث حبات كيلو، والخمس حبات 2 كيلو، والحبتين كيلو. وعندي بقى الشمرطه اهو، قلت لكم عليه، انا كنت منزلها امبارح ب 55، خلصت بتاع امبارح يعني لسه شويه في البرميل ب 50 جنيه. شوفوا انا هفتح لكم واحده منها، وشوفوا على الطبيعه اصغر واحده، مش هفتح لكم الا الصغيره ماشي. طبعا الحبايتين كيلو ست، في واحده جايه تاخد مني، فتحت لها فسيخه. بصوا بقى يعني، شوفوا الفسيخه شايفين؟ ده تشيل العظم خلاص بقى. شايفين الفسيخه؟ شايفين جمال الفسيخه؟ طعم وريح حلاوه حاجه كده. بص كده، شوف الزيت اللي بينزل منه، شوف الصفار. اقسم برب الكعب، انا فسيخ العيد كل العالم شكرت في فسيخ خان البحار. انا عايزه اي حد خد مني فسيخ او قال لي فيها غلطه فسيخنا اهو. ده فسيخ بعد العيد طبعا، احنا كنا بقالنا قعدنا يومين ثلاثه ما فتحناش، وعملنا كل اللي عندنا. عندي الحبايتين كيلو، عندي الثلاث وحدات كيلو، عندي الخمس حبات 2 كيلو، عندي الاربع وحدات كيلو، عندي الشمار الصغير اهو يا جماعه، عشان ما يخلص تقعدوا تقولوا لي ما جبتوش. انا عندي هو خلص عامه، ما عادش هيطلع 10 كيلو كده ماشي. وبألف انا وصح، احنا مسخين البحار وما عندناش فروق اخرى، فسخنا اهو اهو بتحل الزبونه، بس اديها لك كده مش مشكله. ضحيت بالفسيخ عشان اعمل الفيديو. هنا هنا لا ده انا اللي فتحها، انا اللي فتحها، ده انا واقفه ما بفطرش. دي اصغر فسيخ يعني، بصوا ممكن ده 20 واحده كيلو، هو كبير بس انا فتحت واحده ده اهي مش لا انا نقص يا جماعه اهو. خلصنا بقى، خدي يا انجي، عايزين نروح نتغدى. انت كلتي الفسيخ الاول؟ كلمه ولا كلمه جايه لك. اولا دي فسيخه المفروض تكون يعني ما فيش فيها حته لحم اهي، يعني ممكن ده مطلعاه من البرميل. طب ما فتحتيش الكبيره عنها ليه؟ لا انا فتحت الصغيره عشان اقول لهم ان الصغيره برضه فيها لحم. بصي يا سوزان، بصي يلا يا مودن متخانه خلاص. شايفين؟ اهي اهي، خدي دول. لا انا اللي ادوق. خدي، انا على فكره بصور والزباين واقفه معايا، بس قلت لهم اصوركم لان واحده جت صممت ان انا افتح لها فسيخه، والله دي فسيخه نص كيلو بس بألف انا وصحه لو عارفه اللي هياكلها. وانا ما بدققش والله، والحاجه بتزيد ورب الكعبه. ربنا يعلم انا بعمل ايه مع الزباين. كل يا حبيبتي كده فسيخه جميله. طبعا ده الصغير اللي هم بياكلوه، ده الصغير. ها؟ عايزه تدوق من ده؟ ادوقها حتى بس منه. لا بس عشان هو ناخد منه. هتاخد بس حتى منه مش مشكله. خلي في سماعه. دي حبيبتي. هو دي اللي مش حاجه. بصوا يا جماعه، شايفين الفسيخ عامله ازاي؟ شايفين؟ يا حلاوتك يا احمد. يا جمالك يا احمد. يا طعامتك يا احمد. يا كل حاجه حلوه فيك يا احمد. يبارك لي في عمرك يا احمد. اشوفك اسعد انسان في العالم كله يا يا ابن قلبي. اللهم امين. اه.